الناس بتقول عنك شنو؟ زول إيجابي ولا زول سلبي؟ زول يتحاشوه الناس ولا كل الناس بتحاول تتقرب منك؟ لو أنت زول سلبي أرجوك انضم لنا في حلقة جديدة من برنامجك جرعة وعي. معكم أنا سمعان محجوب من راديو سمر، وكمان معاي الزميلة العزيزة ابتهاج السنوسي. أهلا وسهلا بيكي وبكل الناس اللي بتابعونا في نقاش جديد من جرعة وعي. تحيات ومحبات لكل المتابعين اللي بيسمعونا واللي بيشاهدونا عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة. نتمنى أنه تتفاعلوا معنا وترسلوا لنا تعليقاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم، لأنه عندنا فريق من البث والمتابعة والرصد 24 ساعة راديو سمر منكم وليكم. ابتهاج الناس بتقول عننا فلان زول سلبي، فلان الناس ما دايراه، فلان دايما بيزرع التشاؤم في الناس. دمنو الزول السلبي ده؟ الزول السلبي زول عايش معاك وعايش معاي، ما بالضرورة يكون بعيد من دوائرك القريبة أو هو شخص بعيد عنك، هو إنسان عنده احتكاك مباشر بك بيأثر أو بيبث طاقة سلبية بتمتص طاقتك الإيجابية، فهو بيميل في طريقة تفكيره وتصرفه لشكل فيه الناحية السلبية، وبيركز أكتر على المشكلات والصعوبات والتحديات في الأمور اللي ممكن ما تتحلى أو النتائج السلبية المتوقعة. وهو بشكل أو بآخر شخصية متشائمة سوداوية، لا يرى أنه هناك حل أو هناك أمل أو هناك حتى مجرد بصيص محاولة ممكن تنجح ولا ما تنجح. يعني الدنيا مقفلة تماما قدامه، ما بشوف أي حاجة كويسة حتى في المشكلات أو في الحلول، يشوف مشكلات ما بيزرع يعني روح الإيجابية في الناس. طبعا، وخليني أقول إنه الزول السلبي طريقة تفكيره بتخليه يشوف الدنيا دي، يعني بكون زول لابس لن بيشوف الدنيا خرمبرة، طريقة تفكيره بتخليه يشوف الدنيا خرمبرة، يعني لابس نظارة رمادية نظارة سودة، لو خلع النظارة دي حيشوف ألوان تانية كتيرة، فده بيخلينا نصفه بإنه بالسلبي المتشائم اللي دايما بيرى النصف الفارغ من الكوب. يعني لو في كوباية مليانة لحد نصها، كان سألت قلت له ده شنو، يقول لك ناقصة، يقول لك فيها حتة فاضية، ما شايف إنه في جزء مليان من الكوب. فالشخصية اللي بترى الأمور بهذا المقياس بتميل في طريقة تفكيره ونمط حياته وتعامله وانفعالاته، وبيأثر على الآخرين سلبا زي ما هو سلبي بينقل السلبية دي. على فكرة زي ما الضحك بيعادي والفرح بيعادي، السلبية كمان بتعادي، والسلبية كمان بتمتص طاقتك الإيجابية. طبعا حاجة خطيرة طبعا إنه السلبية كمان تعادي الناس. المشكلة لو كمان الزول بيكتفي بسلبيته عند نفسه كانت ممكن تكون يعني حاجة كويسة ونحاول نعالجها، لكن بيحاول كمان ينقلها للناس وبيقفل على نفسه كل الحلول الممكن تكون ممكنة. ابتهاج، لو حاولنا في مقارنة بسيطة نقارن ما بين الزول السلبي والزول الإيجابي من ناحية سلوكهم ومن ناحية طريقة تفكيرهم واختياراتهم وحتى طريقة تعاملهم مع الناس، شنو الفريق؟ نقدر نقول الزول ده سلبي ونقدر نقول الفلان الثاني ده إيجابي؟ في فريق شاسع وكبير، لكن خلينا أقول بالإضافة لأنه جزء من صفات الشخصية السلبية النظرة التشاؤمية والنظرة السوداوية وحبه للانتقاد، وإنه دائما ما راضي ودائما متزمر ودائما بيعلي صوت، إنه خلاص بيحسسك إنه الدنيا كلها مكركبة في راسك، ولا يمكن يعني يقول لك جملة أو عبارة تديك حتى إنك أنت تستريح لها. فده اللي بيخلينا نقول إنه الفرق بيناتهم فرق كبير جدا، فرق يخليك إنك أنت تصل لمناحي إنه أنا لا لا لا، ما في علاقة أصلا بين الشخصية السلبية والشخصية الإيجابية. الشخص السلبي شخص لما يجي يحل المسائل ويجي يعني يتعامل معاها ويجي يعني يكون بيحاول عايز يحل قصة أو قضية، بتجي تلقى إنه الزول ده يتعامل بالمنحنى الضيق بالأقصى، يا فيها يا نطفية، ما بيقدر بشكل أو بآخر إنه يمشي في اتجاهات إنه الحياة ممكن تحمل الشخصين، فهو ما بيرى الألوان الثانية، بيشوف العالم كله بمنظار واحد وبشكل واحد. يعني ما بيقدر على الإطلاق يفكر خارج الصندوق ويفكر إنه يلقى حلول للمشكلة اللي هي يعني
محاصرة والمشكلة اللي بيعيشها. أكيد طبعاً. وأنا كمان وأنا في المقارنة حابة أقول وإنه إحنا لما نجي نتكلم خلينا وإحنا بنركز في طريقة تفكير حل كل مشكلة. في زول السلبي بيفكر في المشكلة ذات نفسها، الإيجابي لما تجي تقارن بيفكر في طريقة حل المشكلة وليست المشكلة، وبالتالي ده بينقلنا لأنه الشخص السلبي بيركز على المهددات والفرص المهدرة، لكن الإيجابي بيفكر في فرص متاحة ممكن يعني ممكن تتطور. الشخص السلبي حل وانتهينا، ما عنده أفق يفكر أكتر من كده. الشخص الإيجابي أفكاره ما بتنتهي، تلقاه هو بيفكر بشكل لو ما دي طيب نجرب دي، طب نحاول في دي، عنده محاولات مستمرة يعني. الشخص الإيجابي بيفكر في إنه يساعد الآخرين. الشخص السلبي لما يجي بيتوقع إنه الغير يساعده في حل مشكلته، لأنه هو بيتفكر إنه هو مركز الكون نقطة الدوران، فأنتوا كلكم حتتلموا عشان تساعدوه. لكن الإيجابي يختلف طبعاً. الإيجابي بيبتدي هو يحل هو ممكن يحل المشكلات. أيوة فعلاً. وده بيخلينا نميل للمقولة إنه الإيجابي يرى في حل في كل مشكلة، عكسها تماماً الشخص السلبي يرى مشكلة في كل حل. حاجة تانية، الحلول حتى لو الحل ممكن تتحل، ما في مشاكل في الدنيا ما بتتحل، الشخص الإيجابي بيشوف إنه إمكانية الحل ممكن نحل ممكن نقترح. الشخص السلبي الحكم مسبق، لا ما في طريقة. الشخص الإيجابي بيقبل ببدائل وسائط وكدير نحاول بالاتجاهات الثانية. الشخص السلبي نفس الأمر ده. الشخص الإيجابي شعاره إنه خلينا نساعد الغير على أساس إنه زي ما أنا بحب يساعدوني. الثاني الشخص السلبي رأيه إنه لا، لو أنتوا ما ساعدتوني أنا تاني لقدام لما تحصل لكم المشكلة بتكون أنا ما قاعد أنظر للموضوع ده. نظرة الشخص الإيجابي للمستقبل نظرة فيها أمل، فيها تفاؤل، فيها دافعية، فيها تحفيز، بيشوف الدنيا بالألوان الطبيعية. الشخص السلبي شايفة أحادية اللون أو أحادية الخيارات، وبالتالي الشخص الإيجابي لما يجي يعبر عن كلماته بيختار مترادفات تدعم نفس اللغة. الشخص الإيجابي بيقول الحاجة اللي هي ممكن تساعدنا وتنقلنا في العبارات التحفيزية. السلبي بيكسر مجاديف الشخص، يعني هو ما عنده فن التشجيع أو التحفيز أو التدعيم، تلقاه بيدمر دائما طبعاً. دي بتسوقني لنقطة مهمة جدا دار أعمل فيها مقارنات يعني ما بين الماضي والمستقبل. يا تفهم من الأشخاص الاثنين ديل الممكن يتشبث بالماضي والبيفكر في المستقبل. في زول بيستفيد من دروس الماضي ويحاول يشكل من الماضي يطلع دروس مستفادة، وفي زول بيعيش في هذا الماضي ما بدي مساحة إنه يفكر لي قدام. فالشخص السلبي والإيجابي منو اللي بيخلق الأعذار؟ منو اللي بيقدم دائما بيرمي اللوم على الناس؟ الشخص الإيجابي بيحاول يلتمس الأعذار للآخرين باعتبار إنه ممكن يكون عمل كده عشان لو ما كده. لكن الشخص السلبي لا يمكن يقبل بعذر، وبيفكر بشكل محايد، وإنه عذرك ده أصلا هو أطلق عليه الحكم إنه هو شخص إنه العذر ده ما صحيح. وبالتالي بنلقى إنه الشخص الإيجابي العبارات اللي بينتقيها بتكون لطيفة وبتكون عبارات جميلة وعبارات منتقاة براعي فيها شعور الآخرين، لكن الشخص السلبي بيكون فظ والعبارات بتاعته بتكون فيها أحكام قاطعة قد تؤدي إلى الدينونة. فلما أنت تجي تتكلم عن شخص هو بيفكر بشكل سلبي تلقاه بيطلق الأحكام، والأحكام دي مسبقة وغير قابلة للتفكير ولا التغيير. هو شخص بيمقت التغيير وبيخاف منه، بيفضل الدوائر بتاعت الماضي حتى لو كانت سودة بيتداجم معاها وبيتوائم معاها وبيتأقلم معاها، ويقول لك شرا تعرفه أخير من خيرا ما بتعرفه. وبالتالي نظرة الشخص الإيجابي للمستقبل بتكون نظرة عارف إنه الحياة دي لو الليلة كعب بكرة أكيد حيكون أحسن، أو الحياة دول يعني بتتغير وبتتبدل، كعب حلو فوق تحت، ما في وتيرة واحدة. لكن أحادية التفكير الموجودة عند الشخص السلبي بتخليه مليانة بيه، وبالتالي دي النظارة حتى اللي بيشوف بيها الآخرين. كمان خليني أقول إنه الابتكار للحلول للشخص الإيجابي معين لا ينضب طوالي، هو عنده أفكار خلاقة ومبدع، ولو ما يعني بيفكر بشكل ابتكاري وبشكل بيفكر خارج الدائرة وخارج الصندوق، بالعكس عن الشخص السلبي المتشائم.
هو شايف انه لو دي ما بقت احنا تاني خطوة لقدام ما بنمشي، وبالتالي بيكون عسر في التعامل، صعب في الـ في الـ في الـ في 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 الطريقة بتاعت الحياة دي. والأسوأ ما في الشخص السلبي اللي بيحاول يفرض وجهة نظره على الآخرين بشكل أحادي، يعني بيسمم أو يمتص طاقتك الإيجابية. فلو أنت ما عندك القدرة أنك أنت تكون مقاوم للشخصيات السلبية بتتأثر بهم. طيب لو أنا زول سلبي وكل الناس بتعرفني بالسلبية بتاعتي وأنا نشرتها على نطاق واسع وبقيت أثر في الناس حتى أفراد أسرتي في البيت، في يوم من الأيام أنا قررت من زول سلبي داير أبقى زول إيجابي، داير أبقى زول صالح، داير أبقى زول مفيد للناس، داير أبقى زول مثمر، شنو اللي أنا مفترض أعمله؟ هل هفضل أنا في السلبية بتاعتي واقتنع إنه أنا زول سلبي، ولا في إمكانية إني أنا أتغير؟ خليني أقول إنه طول ما إحنا موجودين في الحياة الكائن الحي كائن متغير. أي إنسان عنده فرصة إنه يتحول من النقطة السلبية إلى النقطة الإيجابية بتعتمد على مدى وعيك، على مدى إدراكك، على مدى رغبتك في إنك أنت تخط حد للسلبية الموجودة في حياتك. لكن الوعي ده ذاته أنا أجيبه من وين عشان أنا أبتدي أتغير؟ أنا وإنت إذا إحنا كنا شخصيات سلبية محتاجين نقرأ أكتر، نتعلم أكتر، نتنور أكتر، نستنير أكتر، نحتك بأشخاص أكثر إيجابية، نطلب المشورة، نتدرب تدريبات تعلمني على وجهة النظر الإيجابية أكتر مما هي السلبية، أحيط نفسي بدوائر إيجابية أكتر، وبالتالي محتاج أقلص طريقة السلبية اللي ببثها حول العالم. في إنسان، ودي واحد من الحاجات المهمة اللي حاليا بيسموها علم الطاقة، في زول كل ما يمشي في حتة بيقول الحتة دي كعبة، الحتة دي حتتدمر. الكتاب بيعلمنا إنه دي قوة كلمة منطوقة، يعني قوة جمل وعبارات بتأثر في الكون الحواليك، فاللسان بيحي واللسان بيميت. فمالو لو أنا خليت كلامي للبنيان وللتشجيع؟ أنا محتاجة أقلص كمية السلبية الموجودة عندي في الحياة، سواء كانت في التعامل، في التفكير، في العبارات، بإنه أستبدلها. وده ما بيجي إلا لمن أوعى إنه أنا في مشكلة بتأثر علي أنا سلبا وبتأثر على الآخر سلبا. السلبية عندها مرارة قاتمة، مرارة بتخليك حتى الحلو تحس فيه طعم مر. فأنا وإنت محتاجين إذا إحنا كنا عايزين نتحول من النقطة ألف للنقطة باء، نمشي مشوار في الإدراك، وعي بإنه إحنا منه. هل أنا مدرك إنه أنا فعلا واعية إنه أنا فعلا زولة سلبية وبالتالي واجب علي إني أتغير؟ هل أنا فعلا قاعدة أأذي نفسي وأأذي الآخرين؟ الناس السلبيين بيعانوا أمراض الضغط وأمراض السكري وأمراض القلب وأمراض القولون العصبي، لأنك أنت حاجة صغيرة بتنرفزك تكهربك، يقول لك كرهتونا العيشة ونحن ما في كلمات أو عبارات جميلة تطري علينا عصب حياة الأيام اللي إحنا ماشيين فيها. لكن كمان المشكلة يا ابتهاج إنه في ناس، يعني نحن بنقرر إننا نمشي خطوة لقدام وننتقل من السلبية للإيجابية، لكن في ناس كمان بتحاول تقنعنا إنه خلاص دي حياتنا كده وإنت ما ممكن تتغير، دي حياتك وإنت زول سلبي، وبيحاول يزرع في الناس التانين إنكم تتحاشوا فلان. طيب الناس رفضتني والناس زرعت فيني السلبية، أنا أعمل شنو؟ ألجأ لمنو تاني؟ أمشي لمنو تاني يقدر يعيني ويساعدني أقدر أتغير وأتحول وأبقى زول جديد؟ خلينا ننتبه ونفلتر العلاقات اللي موجودين حوالينا، نركز في الناس اللي نركز على الإيجابيين أكثر من السلبيين، وبالتالي ده معناه أني أنا بفلتر بحدد أنه فلان ده شخصيته سلبية وبينقل لي الطاقة السلبية وبيعديني بها، أنا لازم أخذ لها حدود. وضع الحدود الشخصية بين العلاقات السلبية بيأثر بشكل كبير في مزاجي وفي انفعالي في خلال اليوم وفي بدايتي لليوم وفي إني أبدأ أركز. الحاجة الثانية، لو في شخص حوالينك كثير الشكوى، كثير التململ، كثير التذمر والنغنغة بنسميها، إحنا محتاجين ننتبه من الأمر ده. أنا وإنت محتاجين إنه إحنا ما نكون دائما ضحايا للأشخاص السلبيين في حياتنا، بل بالعكس إحنا محتاجين بدل ما هم يعدونا بالشكل ده نحن نكون مقاومين، شخصياتنا تكون عندها مقاومة نفسية لأنه تأثر في الآخر السلبي، إنه تحاول تأثر فيه بشكل إيجابي. قول يا أخي شوف الحياة دي عندها منظار تاني، كده شوف الطبيعة دي، كده أنت بتتنفس. البشرية الواقع البشري الإنساني حول العالم مرينا بظروف كثيرة من حروب وكورونا ومشاكل،
احنا اكتشفنا فيها انه في نعم الله بتستحق انه نقول له يا رب شكرا، مراحمك متجدده كل صباح، اصحى اقول شكرا على النفس الطالع، شكرا على اني بقدر اغمض عيوني وبربشهم، شكرا انه ابوي وامي موجودين، شكرا انه اختي موجوده، شكرا انه اولادي واصحابي وجيراني موجودين. فانا بدل ما اكون ضحيه للامر ده، كمان خلينا تكون عندنا مقاومه من التاثر وزياده الحساسيه مع الشخص السلبي. يعني زول جرى ملك كلمتين كعبات قال لك اسمع انت ده شفت اصلا ما بتشوف خير، زول ده المفترض تبلع حبوب ضد المقاومه انه ما تخليك وتطلق ضد هذا الصدى او ما تخليه يتقيأ عليك حزن. انت محتاج انه من وقت لاخر تمنع التقيؤ السلبي اللي على الامر ده. خلينا نطلق عناننا وبراحاتنا للكون أجمع ونشوف ما هو جميل وما هو رائع. خلي عيوننا تكون مركزة على كل ما هو رائع بعيد عن ده. حاجة تانية، مرات نحن في أشخاص سلبيين بيحاولوا ينقلوا لنا الأخبار السيئة اللي أصلاً العالم مليء بها، لكن أنا العالم مليان أخبار سيئة، لكن التركيز على السيء دوماً دون النظر على ما هو إيجابي ما بيعدل لي كفة الميزان. بالتأكيد يا ابتهاج، ما محتاجين نشوف للسلبية الموجودة في حياتنا، لكن نشوف لبقعة الضوء الموجودة ولنوافذ الأمل ممكن تتفتح لنا من جديد. بالتأكيد الله يقدر ينقلنا من سلبيتنا لإيجابية جديدة، ونكون ناس جداد في حياتنا، قادرين نشوف جمال الطبيعة، قادرين نشوف جمال الإنسان وروعة الله في خلقه، ونمجد ربنا دائما. شكرا لك يا ابتهاج. طبعا في حلقة الليلة وصلنا للنهاية، لكن أشجع كل المستمعين اللي بيسمعونا واللي بيشاهدونا إنكم لو عندكم أي استفسارات أو عندكم أي نقاشات، أسئلة، مقترحات، أرجوكم راسلونا ونحن دائما معكم. أشكرك ابتهاج للمرة الثانية، ونتلاقى في الحلقة الجاية من جرعة وعي من راديو سمر، وتحياتنا دائما سمعان محجوب.